أستاذنا الكبير، يعني إحنا فيلم أبناء الصمت من الأفلام المخلدة في تاريخ السينما المصرية، من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. إيه اللي شدك لكتابة هذه الرواية؟ وإحنا طبعا في ظل انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وحضرتك طبعا ذكرت فترة مهمة جدا في تاريخ انتصارات الجيش المصري، وإحنا بنتكلم عن فترة حروب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد. عايزين نعرف من حضرتك بقى، تحكي لنا حدوتة هذا الفيلم والفكرة جات لك إزاي، وليه اخترت أنك تكتب عن هذه الحقبة التاريخية؟ هو كان في ناس عمالة تدلي بتصريحات يمين وشمال وكده، في حين ان على الجبهة لما كنت بزور الجبهة مع محمد راضي، في ناس بيكافحوا دون كلام. فمن هنا جت كلمة أبناء الصمت، اللي هم أبطال بدون جعجعة، بدون ادعاءات أو تظاهر، بس هم دول أبناء الصمت. ده سر تسمية الرواية أبناء الصمت، اللي هو بيعملوا في صمت أيوه، وبيتركوا أعمالهم تتحدث عنهم. بالظبط.